أولا بلا شك أن هذه العلاقات بين الدول الإمارات وبين كردستان نعتبرها من العلاقات النموذجية في التطور وفي التقدم. لاحظنا حقيقة خلال السنوات الماضية، على الرغم من العلاقات الرسمية بين كردستان والإمارات بدأت في عام 2012، إلا أن نجد هذه العلاقات في تطور مستمر، وكذلك التعاون بين البلدين في شتى المجالات يتطور ويتوسع يوما بعد يوم. وزيارة رئيس إقليم كردستان البارزاني لدولة الإمارات اليوم ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وهي في إطار زيارات مستمرة ومتبادلة بين دولة الإمارات وكردستان من أجل المصالح المشتركة والمشاريع البينية التي تجمع البلدين. أعتقد اليوم إقليم كردستان لديه رؤية واضحة نحو المستقبل، وعمل كذلك منظم، يبدو أن هناك عمل منظم حقيقة في إقليم كردستان لتطوير الإقليم وتأسيس الإقليم بشكل مميز. وأنا أعتقد اليوم القطاعات التي تركز عليها أو التي يركز عليها إقليم كردستان تتشابه إلى حد كبير القطاعات التي تعمل وعملت عليها دولة الإمارات منذ سنوات، وبالتالي هذا العمل بين البلدين بلا شك سيكون مفيد لتبادل الخبرات في المجالات المختلفة. وربما يعني إقليم كردستان نجحت حقيقة في أنها تتجاوز كثير من العقبات، وأنها خلال سنوات قصيرة أن تقوم ببناء بنية تحتية وقطاعات صناعية وزراعية وفي مختلف المجالات، وهذا الأمر أعتقد يجعل دولة الإمارات وإقليم كردستان قادرتين على أن تبنيا علاقة متميزة فيها فائدة البلدين والشعبين. حقيقة أعتقد في الجوانب المختلفة وخصوصا في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وهذه هي حقيقة عصب العلاقات بين الدول. اليوم يجب أن تكون هناك مصالح مشتركة بين الدول حتى تستطيع أن تثبت علاقاتها في مختلف القطاعات. اليوم نحن نجد قطاع السياحة، قطاع الزراعة، قطاع الطاقة النظيفة، هذه القطاعات وأخرى تركز عليها أو يركز عليها الإقليم، وهذا الأمر بين دولة الإمارات وإقليم كردستان هناك فرص كثيرة. وأعتقد أن الأهم ربما أو الذي يساعد أن تكون علاقات دولة الإمارات بإقليم كردستان متميزة هي العلاقة الشخصية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس البرزاني. في السنوات الأخيرة نجد أن هناك لقاءات مستمرة، واليوم هذا لقاء جديد، وهناك يبدو أن هناك توافق حقيقة في وجهات النظر وفي طريقة العمل وبالتالي في الإنجاز بما يخدم البلدين. اليوم دولة الإمارات مثل ما تعرف هي بوابة المنطقة من الشرق يعني وكذلك من الغرب، ولكن اليوم أنا أعتقد التبادل والعمل التجاري والاستثماري وقطاع السياحة، إقليم كردستان أنا أعتقد لديها مميزات تختلف عن دول المنطقة، وهي الطبيعة الخلابة والثقافة كذلك العريقة في كردستان. فأنا أعتقد اليوم لو تم التركيز على المجال السياحي فهناك فرص كبيرة، المجال العقاري بلا شك أن هناك فرص كذلك، وقطاع التبادل التجاري في مختلف القطاعات التجارية بلا شك أن الإمارات تستطيع أن تكون شريك تجاري مميز، وهي من الشركاء في المراكز المتقدمة مع كردستان. هذه الأمور فضلا عن يعني أعتقد طبيعة الشعب الكردي المحب والمسالم أعتقد يشجع على أن تكون كردستان مركز سياحي كما ذكرت في المنطقة، وتستفيد الدول سواء الإمارات بخبرتها في مجال صناعة السياحة على مدى السنوات الماضية، والإمارات دبي بالتحديد كذلك لها تجارب كبيرة في هذا المجال. كل هذه الأشياء أنا أعتقد ستساعد وستخدم هذه العلاقات بأن تكون أقوى وفي مستويات متقدمة أكثر. هذا القطاع طبعا حيوي، دولة الإمارات كما تعلم لديها يعني تجربة طويلة في مجال تحليه المياه، ودولة الإمارات مناخها صحراوي وهي محتاجة إلى المياه لأن الأمطار قليلة، وكذلك المياه الجوفية ولا توجد هناك أمطار، وبالتالي أعتقد كانت الإمارات يعني سباقة في العمل على مسألة توفير المياه والأمن المائي. كردستان أعتقد هي دولة واضحة المائي
مختلف جدا بحكم طبيعتها وجغرافيتها ومناخها المختلف. وهذا الأمر كما ذكرت بلا شك أنه كذلك يعني مجال للتعاون بين البلدين، مجال كبير ومجال مفيد جدا حقيقة، وخصوصا في الظروف العالمية التي نمر بها والتغيرات المناخية كبيرة. نحن حقيقة ننظر إلى كردستان كإقليم ينعم بالأمن وبالاستقرار، كمجتمع استطاع أن يبني نفسه بشكل مميز، ومجتمع ودولة تذهب إلى المستقبل بشكل علمي وبشكل عملي، بعيدا عن كثير من الشعارات وكثير من الخلافات السياسية التي نجدها في المنطقة. وهذا مهم جدا، الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني مهم جدا، ويبني عليهم الاستقرار الاقتصادي. شعب إقليم كردستان، حتى هناك كثير من الأفراد يعيشون هنا في دولة الإمارات، شعب مسالم، شعب محب، وبالتالي هذه النظرة وهذا الأمر الذي نروج له، وكذلك الفرص المتاحة بين البلدين يتم التركيز عليها بشكل مستمر، والتأكيد على أن الشراكات تبنى على الثقة وعلى الاحترام المتبادل وعلى المصالح المشتركة بيننا. بدأت دولة الإمارات تجربة طويلة جدا في بناء الدولة وفي تقوية الاستثمار. كما تعلم أخي أن دولة الإمارات دولة كانت طوال سنوات ماضية تعتمد على النفط فقط، وهذا المورد الوحيد الذي كان لدولة الإمارات، حتى السياحة تم صناعتها وتم العمل عليها. وبالتالي تجربة دولة الإمارات أعتقد مهم الاستفادة منها وإفادة الجميع. وأنا أعتقد الوفود التي زارت كردستان واجتمعت من خلال وفود حكومية إماراتية وكردية تبادلت هذه الأمور على مدى السنوات الماضية، ولذلك اليوم العلاقات بين البلدين علاقات قوية ومميزة. فهذه الخبرات ممكن الاستفادة منها، خبرات سواء في المجالات الصناعية، البتروكيماوية، المجالات الزراعية كذلك. كردستان بلا شك خبرة، والإمارات كذلك دخلت في هذا المجال مؤخرا. خبرة دولة الإمارات هي تضعها دائما بين يدي الأصدقاء والشركاء والحلفاء، وأعتقد اليوم التفاهمات اللي موجودة بين الإمارات وبين إقليم كردستان في مستوى عالي جدا، وهذا الأمر الذي ينعكس حقيقة دائما في هذه الزيارات المتبادلة التي تفتح آفاق جديدة للعمل وللشراكة وللبحث عن فرص مختلفة للاستقرار وللاقتصاد.